الشريحة هذه ياهي حتى هي طبعا شنو شريحة توضيحية لأهمية الرسم، لأن كل شيء في الرسم، أي حاجة بالدرو داون من شنو من البلوت. لو تشوفوا في سؤال جاكم في الأسئلة الاسترشادية اسمه هورنر بلوت، واتس هورنر بلوت، ما هو هورنر بلوت؟ هورنر بلوت هو اللي موجود أمامنا، هو عبارة عن رسم يستخدم في أنواع مختلفة من التست أناليسيس، اللي هي شنو البي دبليو اف والتايم والسيمي لوج، وعبارة عن شنو منحنى نوجد منه العلاقات اللي حكينا عليه ان الميل، ويمكنني من خلاله ندير تشخيص. هذا انا شخصت البير على شنو، على رسم بياني حالة البير وتصرف البير، شخصته على الورق البياني، هذا هورنر بلوت. فهنا شنو من اهمية الكلام هذا اللي تشوفوه هنا، الرسم هذا يتكون من شنو؟ يتكون من خط مائل، قلنا البئر كان شت ان، وبعدين بعد ما فتحنا قاعد البئر ينتج من وين؟ ينتج من الويل بور، الفلو يجيني من هنا من الويل بور، بعدين بعد ما فراغ الويل بور قاعد الفلو منين يجيني؟ يجيني من الريزرفوار. فهذه هي عبارة عن ارتفاع في الضغط نتيجة لأن شنو الفلويد اللي جوا البئر كان شنو، كان تحت الضغط، كان محجوز تحت الضغط، لما فتحت له رجع فيه البرشر، وبعدين إلى نقطة معينة يصير شنو، يصير استيبلايزيشن للضغط، ويبدأ يعطيني في ضغط شنو مستقر. تشوف النقاط هذين دليل على أن هبوط، في هبوط في الضغط، ولكن هبوط زي ما تقول متساوي، قيم تقدر تقول انها متساوية. ولكن هنا شوفوا شكل الكيرف كيف كان، هنا deviation caused by skin will bore storage by will bore storage، skin هذه حوله مش ما تدوخ كمش، هنا ال will bore هو شنو، هو اللي ينتج في النفط، وهنا لا، هنا المنطقة القريبة من شنو، المنطقة القريبة من انتهى تأثير ال will bore، وهنا الترانزيت تايم الجزء هذا اللي بين السهمين هذين، هذا شنو الترانزيت تايم، وهنا ويل بور ستورج ريجن، وهنا ترانزيت كيف ما قلنا ترانزيت فلو ريجن، وهنا سيمي ستيدي ستيت ريجن. شوف في الخط كيف صار له، بعدين بعد كان ياخذ في خط مستقيم صار شنو، يصير في دروب وانحرف عن الخط المستقيم، هنا يبدأ تأثير شنو، يبدأ تأثير حدود المكمن، يبدأ تأثير حدود المكمن، مثلا حد المكمن هنا يبدأ هنا تأثير حد المكمن. ولكن النقطة اللي الأكثر أهمية، وكلهن مهمات وكلهن نقدر نوجد منهن أشياء مهمة جدا، نقدر نوجد منهن الويل بور ستورج خذيناها في مثال، نقدر نوجده من الرسم البياني من نقاط، ونقدر نوجد من الرسم هذا الويل بور الريزرفوار فوليوم، ومن هنا نقدر نوجد شنو اس اس والكي، وحاجة اسمها شنو دلتا بي سكن، شيء اسمه دلتا بي سكن اللي هو شنو هبوط الضغط الناتج من شنو لو في تضرر في الطبقة هذه. الطبقة هذه تخيل فيها تضرر حكينا عليها في البدايات، وقلنا هنا الضغط مثلا 5000 PSI يوصل هنا 3000 PSI، السبب ان في تضرر في الطبقه في البرمابيلتي اللي هنا. الدلتا بي سكن هنا شنو الناتج، عباره عن شنو الفرق بين البي دبليو اف والريزرفوار براشر اللي هي 2000 PSI، نقدر نوجدهم شنو من المناطق هذين كلها. معناها الرسم التوضيحي هذا ايش دار لي، شخص لي المكمن تشخيص كامل، اوجد لي منه اشياء مش ممكن انك تحصل عليه حتى بالاجهزه. فهذه تكمن شنو، تكمن اهميه الهورنر بلوت في الدرو داون تست، كيف نتحصل عليها وكيف نوجد القيم. الميل أهم حاجة قلنا وان سايكل، ناخذ قراءة للتايم نمشي بها شور محور الواي، تعطيني قراءة ضغط، والأخرى حتى هي كذلك نمشي بها شور محور الواي. الفرق بينهم هو الام، نعوض في ام زي في المعادلة السابقة، نجيب الكي، من الكي نجيب السكن، من السكن نجيب الدلتا بي سكن، وهكذا. فهذه شنو، هذه تكمن أهمية رسم هورنر بلوت. الكلام هذا اللي في الشريحة هذه قلته
ايرلي تايم ريجن في الرسمه المنحنى اللي هيك بنقطه الضغط، انا ايرلي تايم ريجن شنو سببها؟ سببها ان الفلو يجيني وسبب الضغط اللي جاني شنو جاي من تاثير وجود السائل النفط والغاز اللي جوا تجويف البئر تحت ضغط. لما فتحت طلع علي بقوه لانه كان تحت ضغط، وبعدين لما فراغ الويلبور قاعد شنو يصير لي فيه ستدي، يصير لي في عمليه ستابلايزيشن للبرشر. وبعدين الخط المستقيم هذا الميدل تايم ريجن، هنا شنو الريزرفوار المنتصف يعني في النص بين تجويف البئر وبين شنو الريزرفوار باوندريز. الليت تايم ريجن اللي شنو سيمي ستيدي ستيت قاعد يهبط فيها المنحنى، هذه اسمها الليت تايم ريجن. تاثيرها شنو من الماكما، تاثيرها من حدود الماكما. فلنقل ان تجويف البئر هكذا، هنا الريزرفوار وهنا الجهه هذه حدود المكمن. حدود المكامن طبعا اشكال، سكوير، تراينجل، ريكتانجل، اشكال مختلفه. فهنا هذا الويل بور يجيني الفلو من هنا سبب البرشر من الويل بور، وبعدين سبب البرشر الميدل تايم ريجن اللي هي الريزرفوار، وبعدين سبب البرشر شنو يعني تست شنو يدير عبارة عن يتحسس في الضغوط في المناطق هذه، هنا كم الضغط وهنا كم الضغط وايش سبب بتاعه. وهنا نتيجة اللي شنو ريزرفوار باوندريز، نتيجة اللي ريزرفوار باوندريز. الشريحة اللي موجودة الآن بها شنو المعادلات اللي نستخدمها في إيجاد سكن دلتا بي سكن والكي، وقبل هذين كلهم شنو الام من المعادلة من المنحنى. عندي حاجتين من المنحنى، الام والبي 1 اور، الام والبي 1 اور هذين من المنحنى، والباقي من المعادلات كيف ما بينا. وهذه دلتا بي سكن كيف نعوض عليها، عندي الام جبته من المنحنى وعندي الاس جبته من المعادلات، يطلع لي شنو التغير الضغط نقص الضغط الناتج من السكن، التضرر اللي حادث في الطبقة القريبة من الولبور تؤدي الى نقص في الضغط. كم مقدار نقص هذا الضغط يمكن الحصول عليه؟ يعني مفيد جدا للدرو داون تيست، مفيد جدا في ايجاد اشياء مختلفة تبني عليه بعدين، حتى كيف تدير حلول للبئر، كيف تحول السكن وكم مقداره، مقدار خفيف ضفيف ما يأثرش على الدورش، مقدار كبير سير فيه هبوط في الضغط. وقلنا في البدايات أن ضغط معناها يساوي فلو، الضغط اللي في المكمن هي قدرة المكمن على إيصال السوائل والموائع إلى تجويف البئر ومنه إلى السطح. إذا في دلتا بي سكن هبوط في الضغط واجد معناها راه شنو لازم تدير حل. فهذه هي الشريحة، هذه فيها المعادلات، المعادلات هذين في الامتحان ما تقلقوش منها، هيكون شنو جاهزات في شيت، ولكن طريقة التعويض أولا، وثانيا كيفية إيجاد من الرسم الـ M والـ B1. الشرائح التالية إن شاء الله هنحاول أن نحل فيه مثال أو مثالين، أما كواجب أو كأي شيء آخر طريقة أخرى، المهم طبقوا باش تفهموا كيف تجيبوا المعادلات هذه، كيف تجيبوا النتائج من المعادلات هذه. هي واضحة؟